السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن الاتشيلرات والباكج، يعني التكييف المركزي، وإيه الفرق بين الاتشيلر وإيه الفرق بين الباكج، وكيفية حساب الأحمال والكلام ده، وتلحق اتكلمنا عليه في المرات السابقة. الاتشيلر طبعا دوت بيبقى نظام تبريد بالمية، وده بيبقى أفضل في الصيانة من الباكج، لأنه بيبقى في مكان منفصل عن المبنى، وبيبقى فيه معاه واحد احتياطي، بحيث لو الاتشيلر الموجود اللي معانا حصل فيه مشكلة بنشغل اللي هو الاحتياطي. كمان ان المياه المبردة اما بيحصل تبادل حراري بينها وبين الهواء اللي موجود في الدكت، فبيخرج الهواء البارد خلال الجريلات، وكل جريلة طبعا تغذية لازم يبقى قدامها راجع عشان نتخلص من الهواء السخن، والمياه السخنة بترجع تاني دايرة مغلقة تاني، نرجع نستخدمها مرة أخرى وبتتبرد تاني وبنستخدمها مرة تانية. طيب الحساب الاحمال والكلام دوت احنا اتكلمنا عنه في المرات السابقه، بس الاختلاف ان معانا ان طن التبريد بيبقى ب 420 سي اف ام، اللي هو قدم مكعب لكل دقيقه، كيوبيك فيت بير مينيت الطن التبريد. طيب دلوقتي التشيلرات زي ما احنا قلنا بنستخدمها في الاماكن المفتوحه والاماكن الواسعه، ونفس الحكايه الباكج. طيب اللي ممكن نستخدمه تاني، بنستخدم معانا الدكت. الدكت بنحسبه عن طريق برنامج اسمه الدكت ليتور، حساب الاحمال. احنا بنشوف الدكت اللي ماشي فيه الاماكن دي كلها اللي هي المبرده، بيبقى عندنا الطول بتاعه والعرض بتاعه والارتفاع بتاعه، بندخل البيانات ديت على البرنامج. البرنامج بيحسب لنا، بيجيب لنا وزن الدكت ومساحه العزل، فبنعرف وزن الدكت مثلا كام كيلو. طبعا الطن عارفين بيبقى ب 1000 كيلو، بنعرف محتاجين وزن الدكت قد ايه للمبنى كله، بنحتاج مساحة عزل قد ايه. طبعا العزل اللي بيركب على الدكت ما بنركبوش الا لما بنختبر الدكت الاول بمكنة الدخان. طبعا بنقفل جهة ونفتح الجهة التانية وندخل منها الدخان. لو في تسريب خلال الوصلات طبعا بنبتدي نعالجه بان احنا بنجيب سيليكون اصلي، ما بيكونش سيليكون طبعا صيني اللي هو التعبان دوت، لا بنجيب سيليكون الاصلي وخصوصا الالماني بيبقى افضل. اما بالنسبة ليه الباكج، ليه مميزاته وليه عيوب برضو. الباكج عيوبه ان انت لازم تحسب احمال الاسطح بتاعت المبنى عشان تتحمل الباكج دي من الاول، وطبعا تكلفة زيادة، غير بتزود الاحمال، بتزود الحديد، بتزود الاسمنت، بتزود حاجات كتيرة، تكلفة زايدة، غير ان صيانتها صعبة طبعا، لان عدد الباكج بيبقى كتير فيه على السطح، وبيبقى الشكل برضو الجمالي مش كويس. طبعا اللي بيفضل عنها طبعا الليتشر، بس هي ميزتها ان لو حصلت مشكله في باكج تاني موجود، لان مش هيحصل في كل المبنى طبعا مره واحده الباكج كله يبوظ. هي دي الوحده الخارجيه بتركبها على السطح الداخليه. طيب بالنسبه لدي لطريقه الحساب الاحمال والكلام دوت، ولو ليكوا اي استفسار يا ريت ان شاء الله ترسلوا لي، واحب طبعا عشان خاطر استمر ان انا ان شاء الله ارسل لكم فيديوهات، يا ريت تعملوا لي لايك وشير، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.